بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. إيران تشن ضربات صاروخية على مواقع في أربيل العراقية وتقول إنها تابعة للموساد الإسرائيلي. مؤرخ إسرائيلي يكشف 5 مؤشرات تؤكد بداية نهاية المشروع الصهيوني الإسرائيلي. الشرطة النمساوية تعتقل عريسا مهاجرا من حفل زفافه والعروس تبكي. أهلا بكم. البداية من موقع الجزيرة نت، حيث قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ما سماها مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في العراق وسوريا، بينما أعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل 4 مدنيين واستنكرت الولايات المتحدة الضربات. قال الحرس الثوري في بيان إنه دمر أحد المقرات التجسسية الرئيسية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد في إقليم كردستان العراق. يتابع الموقع نقلا عن بيان مجلس أمن كردستان أنه اعتبر الضربات الإيرانية انتهاكا لسيادة الإقليم والعراق، مطالبا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بعدم السكوت على هذه الجرائم. الجزيرة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم وكالة رويترز أن المنشآت الأمريكية لم تتأثر بالضربات الصاروخية. مع استمرار التصعيد في البحر الأحمر، من المحتمل أن تتأثر إمدادات الغاز المسال القادمة من قطر. هذا ملخص ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء القطري والتي ننقلها من موقع فرانس 24. قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستتأثر بالهجمات التي تبلبل حركة الملاحة في البحر الأحمر. أضاف آل ثاني أن انعدام الأمن المتزايد يجب معالجته عبر معالجة القضية المركزية في غزة. أزمة البحر الأحمر وصفها رئيس الوزراء القطري بأنها التصعيد الأخطر في الوقت الحالي لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل على التجارة العالمية أيضا. وبحسب ما نقله موقع فرانس 24 عن وكالة بلومبرغ، فإن 5 سفن على الأقل للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر أوقفت أثناء توجهها نحو مضيق باب المندب. يرى آل ثاني أن الحل العسكري لن يضع حدا لهذا الأمر ولن يحتويه، بل سيخلق مزيدا من التصعيد. ربما تبدو مشكلة البحر الأحمر دولية بقدر أكبر، لكن موقع المشاهد نت ركز في تقرير له على فئة الصيادين اليمنيين الذين قال إنهم أول ضحايا عسكرة مياه البحر الأحمر. تابع الموقع: أصبحت تحركات الصيادين محدودة مع تزايد التحشيد العسكري باتجاه البحر الأحمر. يقول فؤاد دوبلة للمشاهد نت: اليوم بالكاد يحصل الصياد على قوت يومه، نتحرك باستعجال لوقت محدود لجلب القليل من السمك ونعود إلى البيوت خوفا من الصواريخ. يضيف دوبلة: بدأ الشعور بالهلع منذ أن بدأ التصعيد الحوثي، وشعرنا أن مصدر رزقنا في خطر، حيث منعت الأسر أبنائها من الخروج في رحلة الصيد خوفا من استهداف طائش يغرقهم في عرض البحر. أما عبد الجليل فخري فقال للموقع: نشر البارجات الحربية الغربية كان خبرا مفزعا، وتسبب في حرماننا من اصطياد الأسماك من أجل لقمة العيش. فخري تحدث للموقع عن مخاوفه قائلا: نحن نواجه واقعا مؤلما ومخيفا، حيث يتجنب الصيادون الاصطياد خوفا من الحرب البحرية والقرصنة المتزايدة التي تسلب كل ما وجد مع الصيادين دون رحمة. كيف تحولت ميليشيا الحوثي من مشكلة سعودية إلى مشكلة عالمية؟ تحت هذه المقاربة كتب عبد الرحمن الراشد مقالا له في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: الحوثي لم يعد مشكلة سعودية. قال فيه: هل ميليشيا الحوثي مستفيدة من دخول حرب غزة؟ لا، بل مكلفة سياسياً، باستثناء الدعاية على مستوى الداخل اليمني والإقليمي
الذي قد يغير صورتها السيئة كميليشيا طائفية متعدية، وهذه المكاسب وقتية. أما ما يروج له بأن استهداف واشنطن يعطي الحوثي الشرعية فطبعاً غير صحيح، فقد سبق وهاجمت القاعدة وداعش والشباب في الصومال ولم يمنحهم شيئاً من الشرعية. ومع هذا الاستهداف العسكري المحدود لن يفقد الحوثي السلطة، بخلاف القاعدة التي فرت من أفغانستان وإطاحة إمارة طالبان بعد قصفها عام 2001. إنما الحوثي سيصبح تحت الملاحقة والعقوبات ويزيد وضعه السيء سوءاً، فقد تسبب تهديده الملاحة الدولية في البحر الأحمر في الأضرار، ليس فقط بالتجارة الغربية وإسرائيل، بل أيضاً بمصر والسعودية ودول الخليج والعراق وكذلك الهند والصين. وأصبح تأمين الملاحة قضية ملحة ومحل إجماع الأطراف على اختلاف مواقفهم. وكل هذه الدول مستفيدة من تشكيل التحالف الدولي لمواجهة الحوثي، وإن لم تشارك فيه فحجم الملاحة والتجارة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر صغيرة مقارنة حتى بالمجموعة الخليجية. الهاجس الأخطر أن تسيطر إيران عبر الحوثي على باب المندب المضيق الحيوي العالمي. هذه مسألة مخيفة لدول الخليج ومصر والعالم، الأمر الذي لن تستسلم له تحت أي ذريعة. انخرط الحوثي في حرب غزة على مستويين: الأول إطلاق الصواريخ البالستية مستهدفاً إسرائيل، كانت محدودة التأثير لكنها جعلت الدولة اليهودية تلتفت للحوثي وتضع صنعاء على خارطة ملاحقتها. قبل حرب غزة لم تكن إسرائيل تبالي بجماعة إيران، رغم أن أطفال المدارس يلقنون كل يوم ومنذ سنوات في طابورهم الصباحي ترديد الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود. والمستوى الثاني اعتداء الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر، الذي أنهى حالة الحياد الدولي تجاهه وجعل القوى الغربية تصنف الجماعة خطرة. وهذا أجهض الدول الغربية التي بدأت الانفتاح الدبلوماسي في الأشهر القليلة الماضية. ولا ننسى أنها قبل ذلك ساعدت الحوثي بشكل غير مباشر عندما حدت واشنطن وبرلين ولندن حليفتها السعودية من تزويدها بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية. كشف المؤرخ الإسرائيلي إيلام بابيه عن مؤشرات تؤكد بداية نهاية المشروع الصهيوني الإسرائيلي. التفاصيل نقلها البرنامج من موقع عربي 21، وهي تأتي استناداً إلى تحليلات أستاذ كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر البريطانية ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية. قال المؤرخ الإسرائيلي: أول هذه المؤشرات هي الحرب الأهلية التي شهدناها قبل 7 أكتوبر الماضي بين المعسكر العلماني والمعسكر المتدين في المجتمع اليهودي بإسرائيل. يضيف أن هذين المعسكرين يشهدان حروبا في المستقبل، كون الإسمنت الذي يجمع الاثنين معا هو التهديد الأمني الذي يفشل أمام عيوننا. أما المؤشر الثاني فهو الدعم العالمي غير المسبوق للقضية الفلسطينية واستعداد معظم المنخرطين في حركة التضامن لتبني النموذج المناهض للفصل العنصري الذي ساعد في إسقاط هذا النظام في جنوب إفريقيا. يتابع المؤرخ قراءته للمؤشر الثالث، والذي يرتبط بالعامل الاقتصادي الذي يضم أعلى فجوة بين من يملك ومن لا يملك. بالكاد يستطيع أي شخص شراء منزل، وفي كل عام يجد الكثيرون أنفسهم تحت خط الفقر. يمثل المؤشر الرابع في عدم قدرة الجيش على حماية المجتمع اليهودي في الجنوب والشمال. أما المؤشر الخامس فهو يتعلق وفقا للمؤرخ الإسرائيلي بالموقف، موقف الجيل الجديد من اليهود، والذي يأتي على عكس الأجيال السابقة التي اعتقدت أن إسرائيل هي بمثابة تأمين ضد محرقة أخرى قد تحدث لليهود. في مقال له على صحيفة العربي الجديد، كتب بيار عقيقي عن المحاكمة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، جاء فيه: مثل عديدون من قادة ألمانيا النازية في مدينة نورنبرغ قبل 79 عاماً أمام قضاة حاكموهم بتهم إبادة اليهود وجرائم أخرى في الحرب العالمية الثانية عام 1939 و1945. اليوم بات بعض من أحفاد الناجين من المحرقة أمام محكمة العدل الدولية بالتهم نفسها
لكن ضد الفلسطينيين. والاكتمال المشهد المرافع الوحيد في الدعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بلد عانى من استعمار وعنصرية ضمن نظام الأبرتهايد عقوداً، وهو جنوب أفريقيا. سوريالية تاريخية لن يمحى لها أثر في السجلات التاريخية بعد سنوات طويلة، وستذكر أنها المحاكمة الأولى بهذه الأهمية لإسرائيل. صحيح أن من استشهد في غزة ومن تعرض لإصابة دائمة ومن نزح من منزله ومن دمرت أحلامه لن يتلقى شيئاً، غير أن الأجيال الآتية الفلسطينية خصوصاً ستعلم ما الذي قاساه أسلافهم تماماً كما يدرك ذلك أحفاد الناجين من المحرقة. هذه الأجيال ستحمي حقاً سيسترد على وقع ظلم لم ينتهي بعد. سيقال الكثير عن الدول منتصر الحرب العالمية الثانية، سواء التي غطت الاعتداءات الإسرائيلية في العقود الماضية أو التي تجاهلت حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصرفت وكأن الأمر لا يعنيها، في مقابل رفعها شعارات حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وغيرها. غير أن الجوهر العميق الذي صاغته جنوب أفريقيا حافظ على الحد الأدنى من قيمة إنسانية أخلاقية في عالم أصطف إلى ضفة الشر. ربما قد لا تنجح المحاولة في إدانة إسرائيل، لكنها خطوة أكثر من مركزية لإشعار من تمادى في إشاحة ناظريه على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وغيرها في فلسطين، أن هذا النوع من غض النظر لن يبقى مسموحاً له، وأن الخوف من اللوبيات الإسرائيلية في العالم لابد أن ينكسر. تحطيم جدران الخشية يبدأ من المواجهة الأولى، وثانياً حتى الإمبراطوريات لا تدوم. هكذا يدرس التاريخ. تساءل موقع نون بوست في تقرير أعدته نداء بسومي، هل ينحاز القضاة لمواقف بلدانهم على حساب العدالة؟ بحسب تفاصيل التقرير، تشير دراسة بعنوان هل محكمة العدل الدولية منحازة؟ الدراسة للباحثين إريك فوسنر وميغائيل فيغيريدو تشير إلى وجود أدلة قوية على انحياز قضاة المحكمة، حيث وجدت أن القضاة يفضلون الدول التي تعينهم والدول التي يقترب مستوى ثروتها من مستوى دولهم. يضيف الموقع أن الدراسة وجدت أدلة أضعف على أن القضاة يفضلون الدول التي يكون نظامها السياسي مماثلا لدولهم والدول التي تشبه ثقافتها اللغة والدين ثقافة دولهم. الدراسة وجدت أيضا أن أدلة ضعيفة أو معدومة على أن القضاة يتأثرون بالتحالفات الإقليمية والعسكرية. ترجم موقع الميادين مقال للكاتبة نسرين مالك، نشر في صحيفة الغارديان البريطانية. المقال يتحدث عن الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب مجازر الإبادة التي ترتكبها في غزة، ويؤكد أن جنوب إفريقيا اختبرت ادعاء الغرب بالتفوق الأخلاقي من خلال هذه المحاكمة. نتابع ما جاء في المقال. لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً على 6 ساعات من الجدل القانوني، لكن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كان لها عقود من التاريخ تثقل كاهلها. لقد تناولت التفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكن القضية في جوهرها كانت تتعلق بشيء أوسع، سد الفجوة بين الواقع الفلسطيني وكيف تصفه القوى السياسية المهيمنة. منذ أسابيع امتد الغضب من الأحداث في غزة إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا، ومع ذلك فقد تم تجاهل هذا الغضب أو رفضه أو حظره أو التشهير به من قبل القادة السياسيين. إن التأييد الشعبي لوقف إطلاق النار، والذي يبلغ الآن أكثر من 70% في المملكة المتحدة، لا ينعكس في مواقف الحكومة أو المعارضة. على الصعيد العالمي لم تترجم إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين، وعرقلت الولايات المتحدة قراراً للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، حتى لغة الاحتجاج تم تحليلها قانونياً لجعلها إشكالية أو جاهلة.
وقد اتهم المتظاهرون بتحويل الصراع إلى نظرية أكاديمية عصرية، وهو الشغل الحديث المتساهل لليساريين والأكاديميين. ويعتقد وزير الخارجية ديفيد كاميرون أنه لا ينبغي لنا أن نثرثر بتهمة الإبادة الجماعية. كل هذا يعكس ما قيل لمؤيدي فلسطين لسنوات: إن موقفكم هامشي. فهو لا يقوم على دليل أو أخلاقيات، بل على التحيز والتطرف، ومؤخراً على اليقظة. وكان هذا الموقف يرتكز دائماً على حقيقة أنه حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبياً فإنه لم يكن قوياً. ونادراً ما انتقلت من الشوارع إلى قاعات السلطة، وعندما حدث ذلك كان من الممكن دائماً حجب أو تشتيت مثل هذه المشاعر. وبإعرابها عن إدانتها لإسرائيل، تعد إيرلندا المستعمرة السابقة واحدة من الدول القليلة التي انفصلت عن المحيط الإنجليزي. لقد تم تصويرها كما كان متوقعاً باعتبارها طرفاً ناشزاً وحلقة ضعيفة في مسلسل من الإجماع، وعضواً آخر في الرتب الوضيعة التي لا يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية الكبيرة التي تأتي مع القوة العظمى. نختم هذه الجولة الصحفية من الطرائف المنشورة في صحيفة القدس العربي، حيث قالت في حادثة هي أقرب لسوء الحظ، نشرت صحيفة ORF النمساوية الناطقة بالألمانية لقطات غير واضحة لشاب بدا مذهولا والعروس تبكي، في حين شرعت الشرطة باتخاذ خطوات جذرية لمنع الزواج من ضمنها اعتقال العريس. تتابع الصحيفة نقل تفاصيل الخبر الغريب، حيث منعت الشرطة إتمام مراسم الزواج لشاب كردي مهاجر من تركيا يبلغ من العمر 26 عام على سيدة ألمانية الجنسية تبلغ 40 عام. بحسب الصحيفة فإن العريس كان رهن الاحتجاز في انتظار الترحيل، وكان من الممكن أن يحصل نتيجة للزواج على حق الإقامة الفورية، لكن أن الشرطة أرادت إلغاء حفل الزفاف لمنعه من هذا الحق. بحسب تقرير لصحيفة كارير فإنه من المحتمل أن يكون أمين السجل في مكتب الزواج متورطا في عملية الاعتقال، حيث تم تسريب موعد عقد الزواج. كيف يبدو الثلج هذا الشتاء في أمريكا؟ صحيفة الغارديان نشرت العديد من الصور المتنوعة من ولاية آيوا حول الثلوج المتساقطة في المدينة، نشاهدها معا. في جولتنا التالية أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، متابع. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.